السلام عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح سورتو تكون صحتكم لاباس. انا الحمد لله اليوم جيتكم فيديو جديده، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. قبل ما نبداو خليو لي جيم كومونتير، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد كيما راكم تشوفوا هنايا خياتي. وكيما قريتو في العنوان، اليوم راني حنديركم ندير معكم كرانطيطه. واش نقول لكم، تجيب بزاف هايله، تبعوني للاخير وعلى بالي بلي ريحه تعجبكم. هنا كيما راكم تشوفوا في الريسيبيون تاعي درت كرانطيطة. هذه انا معتمدة هذه يعني تاع الفتح بزاف هيلة، تاع 400 غرام. وقبل ما نديرها توجور لازم نغربلها، على بالناش كيف كيما يقولوا كيفاش يخدموا فيها، ولا هي ماشي كيما تشريها حميصة نورمال وترحيها بيدك، خير وخير. مي يعني هاد لا كاليتي بزاف مليحة، يعني جربتها من قبل وبزاف هايله. دونك هنا بعد ما غربلتها كيما شفتوني درت لها شويه تاع فلفل كحل، هذايا اختياري تحبوا تزيدوه ولا ما تزيدوش. وشنو كي تزيدوه راح يمد لنا يعني نقول بزاف بنين للكرانطيطه تاعنا. درت شويه تاع الكمون، ما كثرتش بزاف باش ما يعطينيش المروريه هذيك، نخلي كي طيب باش نزيد له من الفوق. وهنايا درت مغرفه وشويه تاع ملح، مغرفة تاع أكل عليكم لي كرانطيطة تحب تجي يعني مقروصة بالملح، متجيش مسوسة متجيش بنينة. نزيد عليهم زوج مغارف تاع حليب مجفف، هادي أستوس من لي أستوس تاع يعني تاع الكرانطيطة باش تجي كيما يقولوا كريمية وطرية. وزيد لها تاني الفرماج، هادو كامل خياتي زيادة حنا ولينا نزيدوهم كيما يقولوا هنا وهنا. بكري ما كانوش كامل يديروا لها هاد يعني المكونات كامل، كانوا يديروا لها غير كيما يقولوا الماء برك والكرانطيطة والملح والكمون وتجيهم علامة. مي حنا على بالكم مع العلم كيما يقولوا التطور والتكنولوجيا ايتو، ولينا نعرفوا يعني ونقراو ونشوفوا يعني منو من صافي تعلمنا تاني بهذه الطرق يعني كيفاش يديروا الكرانطيطة. كيما شفتوني كنت درت تاني 4 حبيبات تاع الفرماج، وزدت نص كاس تاع الزيت. وعلى راس مغرفة صغيرة تاع القهوة درت خميرة كيميائية. الخميرة الكيميائية راح تعطيني هذه الطبقة اللي تجي يعني من الفوق في الكرانطيطة. زدت تاني هنا يعني 3 حبيبات ولاد الدجاج. انا خياتي هذه هي طريقتي في الكرانطيطة، وجيني بزاف هايلة راهم باك تشوفوها معايا. هنايا زدت ريتلا ونص تاع الماء، يعني كمرحلة أولى. وهنا نحرك بالفوي. نتوما إلا كان عندكم باغا ميكسور تقدروا ديروها بالباغا ميكسور، يعني ترحوها وشنو ما ترحوهاش يعني فين فين. كون تقدروا ديروها بالفوي هكا كيما راكم تشوفوا، حتى يعني ما يزيدوش يبانو هادوك الحبيبات، يعني تولي ليس. ومن بعد هذيك شوفوا كيفاش ولات لي. نزيد نكمل هذيك الريتلا تاع الماء، نبقى نخلط هكا. خلاص يعني راهي سي بون ولات ليس. وكل واحد وطريقته كيفاش يطيب الكرانطيطة تاعو. هنايا في هذه المرحلة نغطيها ونخليها تريح نص ساعة. هنا خياتي بعد ما ريحت لي نص ساعة نجيبها ونحركها هكذايا. السنيوة تاعي كنت دهنتها بالزيت كيما راكم تشوفوا. دوك نفرغ الخليط تاعي، كان هنا راح لي المقطع كيما فرغت. درتها ديراكتومون تاني في الفوخ، شعلت لها من تحت واحد 15 دقيقه برك، ما خليهاش تنشف لي كامل من تحت.
والسر تاني باش يعني تجيكم كارطيطة تاعكم يعني محمرة مليح من الفوق وطيبة، تشعلوا لها من الفوق يعني تخلوها ان بون مومون من الفوق يعني واحد 45 مينوت هكذاك. هاي ليك بعد ما خرجتها شوفوا كيفاش ترعد وحدها، نخليها تريح شوية داخل الفوق واحد نص ساعة ومن بعد نقدمها. وهنا دوك نقسمها معاكم خياتي وتشوفوا بعينيكم كيفاش مازالها يعني ريحة يعني مور نص ساعة هذيك. هنا راني ندير لها رشة تاع الكمون من الفوق، والسر باش تنجح لكم يعني ما كاش كيما يقولوا السر في نجاح الكرانطيطا هي سي بيان لو فور، كي يكون الفور تاعكم سخون بزاف الكرانطيطا تنجح لكم 100%. فوالا هنايا نجي نقسمها لكم، شوفوا كيفاش جات طريه من التحت ومن الفوق، يعني كيف كيف ما جاتناش هذيك الطبقه يعني لخشينها من تحتها. هاي ليك شوفوا بعينيكم خياتي تجي بزاف هايله، جربوها هاد يعني الطريقه تاعي وقولوا لي رايكم، تجي ما شاء الله. شاهدكم في الجنة خياتي، هكاكم مازالها سخونة كما راكم تشوفوا، وانا نحبها هكا تخرج من الفوق تريح شوية برك ناكلها. هنايا درتها في الخبز كما راكم تشوفوا مع الهريسة، نحبها هكا تاني مع كاس كازوز سيليكتو. ان شاء الله تعجبكم طريقتي خياتي، نقول لحقت لافان تاع لا فيديو، نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساونيش بيان سور قبل ما نخليكم تخليوا لي هذاك الجيم والتعليق الشباب الحلو اللي كيما نتوما، بارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وناسكم. سلام.